عارفين آية اشتغلت بيها واحنا بنصلي، بس عبرانيين آية مشهورة أنا قلناها في مرة بس الناس انزعجت عن الإيمان. الإيمان دايما بيعدي اللي انت شايفه، لأن اللي انت شايفه اسمه عيان مش كده؟ فانت آخر اللي انت شايفه ايه؟ الإيمان بيعدي آخر اللي انت شايفه، لأن اللي انت شايفه ده عيان. الإيمان دايما بيكسر اللي انت شايفه، لأن الإيمان دايما بيخش إلى ما لا يرى مش كده؟ يعني الإيمان دايما بياخدك للحتة أبعد من اللي انت شايفه، فآخر شوفانك مش هو آخر ما عند الرب ليك. صباح الخير، ازيكم؟ انا بعتذر عن التأخير. آخر شوفانك هو مش ما هو آخر اللي عند الرب ليك، لان دايما الإيمان بياخدك لما هو أبعد من اللي انت شايفه. فانت دايما بتحرك في إيمان بيكسر آخر اللي انت شايفه، لان لو انت متحرك في اللي انت شايفه بس انت متحرك في العيان. تقولي طب ما انا يمكن حاجات مريهاني الرب ولسه ما حصلتش بس انا شايفها. اقولك الايمان بتاعك حتى وانت متحرك على حاجات لسه ما حصلتش في حياتك بس انت شايفها، ايمانك ايضا بيتحرك الى ما هو ابعد من كده. دايما بالمعنى اللي جواه، دايما ربنا كاسر السقف، الرب ما عندوش سقف. انا بس بحط يعني انا رب ما عندوش سقف، رب ما عندوش سقف للرب عايز يعمله في حياتك، رب ما عندوش سقف، فبيوريك ويقولك ده آخرة المتمة. عارفين المتمة؟ ما أعرفش يعني إيه المتمة، بس آخرة المتمة، آخرة المت، آخرة الإيه اللي حصل؟ ما أعرفش. يعني دائما الرب دائما بيكسر السقف ليك. ما اعرفش عنك انت السامع ولا لا اللي بيحصل في عالم الروح، بس في عالم الروح في حركه شغاله. ما اعني بعالم الروح يعني اللي بيحصل في السماء، ايه الاخبار في السماء، الدنيا عامله ايه في السماء؟ فيها دوشه. ما اعرفش انتوا اخر سمعتوه كان ايه في السماء، بس السماء فيها دوشه، فيها اكتيفيتي، فيها نشاط، فيها تروبس، فيها تروبس، فيها حركة للجيش، فيها حركة لمركبات الرب، مركبات الرب، حركة الروح القدس شغالة في هذا الزمن جامد، لأن الموسم اتغير. زي ما كنا بنصلي قبل الكلمة، الموسم اتغير، موسم الروح اتغير. كنا مشاركين بقالنا فترة أن في موسم بيتغير، وهذا الموسم اتنقل على آخر سبتمبر أوائل أكتوبر. في موسم اتنقل ومش هيحصل زي ما كنا بنحكي الأربع اللي فات، مش هيحصل حواليك، بيحصل جواك وبتقف فيه. لو ما وقفتش فيه ما بتحسش أن الموسم اتغير. عادي، ما في إيه اللي اتغير؟ لا، الموسم اتغير في عالم الروح، الموسم اتغير لكل واحدة وواحد بيحرك إنسانه الروحي وراء الرب وبتواجد أمام الرب. الموسم اتغير، الموسم اتغير، زي نشيد الأنشاد قال لا خرجي، خرجي من الحتة القديمة، لأن الموسم اتغير. لا، حان أوان القضب، حان أوان حصاد لحاجات كتيرة، حان الموسم اتغير. ففي صوت مختلف في السماوات، في تشجيع مختلف، زي ما كنا بنصلي برضو قبل الكلمة، الرب واقف في ظهر كثيرين وكثيرات بيقولوا اجري. الرب يشجعك في هذا الزمن للركض، اركض، مش زمن تتردد، مش زمن تبقى خطواتك مترددة، احتياطي، احتمال، ده الزمن اجري وراء الرب بكل ما عندك. بتحب، حب للآخر، بتعبد، اعبد للآخر، بتدرس، ادرس للآخر، بتخدم، اخدم للآخر، طلع كل ما عندك وراء الرب، وتسجد، اسجد للآخر. ليه؟ لأن الرب بيقول لك في حاجة في الموسم ده لكي تمتلك، لكي تجري، لكي تخطو أزمنة. وهو ده الإيمان. الإيمان دايما بيكسر لك السقف. إيه آخر اللي أنت شايفه؟ الإيمان دايما بيعدي إلى ما لا تراه حتى عيون إيمانك. الآية اللي عبرانيين 12 كلكم عارفينها، عبرانيين
عبرانيين 12 2 ناظرين الى ايه؟ رئيس، دي كلمه رئيس دي في اليوناني يعني مصدر، سورس، منبع. في يوم من الايام اتكلمنا عن ايمان الله، فاكرين ايمان ابن الله؟ خدت كلام للصبح مضاد، برغم ان الايه واضحه جدا في غلاطيا 2، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فما احياه الان احياه بالايمان، ايمان ابن الله. احنا ما جبناش ايماننا، لان ايمانك ليه سقف مهما كان، ايمانك ليه سقف. وجاء الوقت انك تنقل الفتيس بتاع العربيه بتاعتك، لانه ايمانك هو ليفل في سرعه عربيتك، بس السرعه القديمه ليها سقف. جاء الوقت انك تنقل من ايمانك لايمان ابن الله، لانه لما بتعيش ايمانك، ايمانك ليه سقف، لكن لما بتعيش ايمان ابن الله ده ملوش سقف. عبرانيين 12 بيقول لك ايه؟ ايمانك مش مصدره انت، ايمانك مش مصدره مجهودك، ايمانك مش مصدره ايا كان، ايا كان اللي انت بتحرك فيه. الايمان مش مصدره انت، يا رب زد ايماننا. قال لهم لو عندك حبه خردل بس من النوع بتاع ايمان ابن الله. لما بطرس قال له الحق يا سيد التينه يبست، قال له ليكن لك ايمان الله. تقولي في العربي ايمان بالله، اقول لك دي العربي حط البه دي، في اليوناني مفيش به، العربي هو اللي حط به، في الأصل مفيش به. فاكرين القصة بتاعت التينة؟ كلكم عارفين قصة التينة، دي قصة مدارس أحد. رب لعن التينة ومشي، التلاميذ فكروها أو ربنا كلم التينة نعديها له. تاني يوم هم معدين وجدوا التينة يبست، فبطرس قالوا الحق يا سيد، التينة التي قد لعنتها قد يبست. قال له فإجابة يسوع ليكن لك إيمان الله. من قال للجبل، من قال للجميز انقلع، من قال للجبل انتقل ولا يشك في قلبه بل يؤمن، أنا مهما قال يكون له. ده مش إيمان تقدر تطلعه من قلبك، ده مش إيمان تقدر تطلعه بمجهودك، ده إيمان لي حد، ده إيمان بيوصل سرعة عربيتك لليفل معين، لأن دي السرعة بتاعت النقلة دي. بس في حتة محتاج تنقل فيها مرحلة وعشت بيها بإيمان رائع، بس جاء وقت انك تنقل بقى من إيمانك إلى الإيمان ده. الإيمان ده إيه؟ مصدر، شايفينها؟ السورس بتاع الإيمان مش أنا. ناظرين إلى مصدر الإيمان. طب مصدر الإيمان ده بصله وخلاص وامشي وما بصلوش تاني؟ لا، ده يقولك مصدر الإيمان وبيستمر يسكب إيمانه عليك. ليه؟ ده الإيمان اللي بيخلق، ده الإيمان اللي بيعدي، ده الإيمان الناظر إلى ما لا يرى. جاء وقت نكسر السقف. أنتوا هنا؟ لا أنتوا مش هنا، لأن في سقف في بلدنا، في سقف في اختباراتنا، في سقف في التاريخ الروحي، في سقف في توقعنا، أعلى مخيل إيماننا ربنا أبعد منه، أعلى آخر حاجة شايفينها حتى بالإيمان ربنا يجي يقولك أنا بعد ده، أنا بعد ده، وأنا مستعد أديك ما هو أبعد من ده. لأن دايما الإيمان بيكسر السقف، أول ما تلاقي سقف أعرف ربنا هيكسر السقف، أول ما تلاقي حد ربنا كسر الحد، أول ما تلاقي قالب ربنا كسر القالب، أول ما تلاقي آخر ربنا كسر الآخر. وهو ده الإيمان ربنا بيسكبه، لأنه إيمان ربنا بيقوم مخرجك من المحدودية، من الهامش اللي حوالين الصفحة، يقولك اكتب برا الهامش، أنا برا الهامش دايما. عارفين الصفحة والهامش ولا بطلتوا المواضيع دي؟ ما عرفش آخر مرة ده كان من مفيش الحاجة دي، أنا آسف. فأنتوا شغالين مع ربنا طول الوقت، شفت؟ مفيش هوامش. أول ما الرب يلاقيه هو دايما برة ده، دايما برة ده. لو بتعيش إيمانك ففي محدودية، لو بتعيش إيمان الله مفيش محدودية. ناظرين إلى مصدر الإيمان، مش احنا مصدر الايمان.
ناظرين إلى مصدر الإيمان، وبنستمر ناظرين إلى هذا المصدر أنه إحنا ناظرين ليه عمال بيدلق هذا الإيمان اللي بيكسر كل محدودية فينا. في محدودية العالم يحب يحطها، في محدودية الاختبارات بتحطها، في محدودية مصر بتحطها، ودايما ربنا يقول لك هو ده الحد. أنا بضحك على هذا الحد ليه؟ لأن أنا بعيش في ما لا يرى، فبسكب ليك إيمان بما لا يرى. أنا بعيش في اللي لسه ما حصلش، فأنا بسكب ليك إيمان للي لسه ما حصلش، للي آخر عينيك جايباه أنا بعدي. إزايكم؟ تعال نروح مع بعض الآيات في صميل الثاني. أنتوا كويسين؟ الموسم اتغير يا شباب. صميل الثاني 23، آيات مشهورة كلكم عارفين بحبها. مهم جدا إنسانك الروحي يبقى واقف حيث يوجد الرب، مهم جدا إنسانك الروحي يبقى واقف في الحتة اللي مليانة نار ومحبة وإعلان، مهم جدا تبقى مدرك أنت متحرك ورا مين ومتحرك إزاي. داود صميل الثاني 23، هذه كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسى، وحي الرجل القائم في العلا. إمتى داود كان قائم في العلا؟ أنت جمال. كل مرة كان بيرنم كان قائم في العلا، كل مرة كان بيمسك جيتار وهو بيقود الغنم كان قائم في العلا، كل مرة كان بيرنم للرب، كل مرة كان بيخرج للحرب كان قائم في العلا. إمتى داود كان وحي الرجل القائم في العلا؟ مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. كويس برضو الواحد بيعرف نفسه. لا انتوا هو اللي قدامي ضحكوا، انتوا واخدين بالكم اللي ورا معايا؟ اوكي، انا قلت كويس برضو ان الواحد يبقى عارف نفسه. تقولي ده كبرياء ان الواحد يبقى عارف نفسه، اقول لك بص تاني على الكلمات، بص داود بيوصف نفسه ازاي. الرجل القائم في العلا، مسيح اله يعقوب، مرنم اسرائيل الحلو. كان ممكن داود يعرف نفسه بحاجات تانية كتير قوي. ملك إسرائيل اللي جابها من مملكة سقطة إلى مملكة موحد القطرين، يعني من مملكة سقطة مع شاول الملك إلى مملكة مثبتة، باني مدينة صهيون، كل دي أسماء ممكن يكون واحد عارف نفسه. هازم فلان وفلان وفلان من الجيوش اللي كانت محيطة بداود، لأن داود انتصر على كل الجيوش المحيطة به. هازم الجبعونيين وهم كانوا أصعب ناس، كان ممكن يعرف نفسه. فكويس إن الواحد يبقى عارف نفسه، دي جملة ممكن يبقى منظرها كبرية، بس داود عارف نفسه مش في اللي حصل في الأرض، داود عارف نفسه في اللي حاصل في السماء. كويس إنك تبقى عارف نفسك من خلال اللي حاصل في السماء. الرجل القائم في العلا، شوف بيعرف نفسه، مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. فداود عارف نفسه بس في الروح. ولو انت عارف نفسك في الروح ده مش كبرية. انتوا هنا؟ اوكي، مش هو الموضوع، بس روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي يتكلم صخرة إسرائيل، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، كنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو ومضيء بعد المطر. تأتي الآية اللي بحبها، أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظ، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي. معنى صغير هبتدي بيه،
فرق ضخم جدا ما بينك تعيش بالعهد او تعيش بالوعد. الحياه وراء وعود هي حياه العهد القديم. الحياه وراء العهد هي نوعيه حياه ولاد الرب في العهد الجديد. الحياه وراء وعد هي حياه العبد. في وعد وانت مستني الوعد يحصل. حياه انك وراء وعد انه يحصل دي حياه العبد. في العهد الجديد انت مش عبد، انت ابن. الابن مش بيعيش منتظر وعد يحصل، ابن بيعيش تحت سقف عهد ابوه على حياته. لو عايش مركز في وعد بتعيش منتظر تحقيق وعد زي العبد اللي منتظر المرتب في الاخر. الابن مش منتظر مرتب اخر الشهر، الابن عايش في عهد تحت سقف ابوه. فرق ضخم جدا ما بين حياه ولاد الرب هم عايشين باصين تحت رجليهم منتظرين تحقيق وعد، لحياه الابن اللي ماشي رافع راسه لفوق وشايف السقف اللي فوقيه انه سقف عهد. بتكلم بسرعة، أرجع خطوة لورا. لو أنت قاعد منتظر وعد هتفضل تبص تحت، لو أنت ماشي تحت عهد هتفضل تبص فوق. بتبص تحت ليه وأنت ماشي وراء وعد تشوفه حصل ولا ما حصلش؟ تبص ليه فوق وأنت ماشي وراء عهد؟ لأنك بتبص على أبوك وسقفه على حياتك لأنه إله عهد. مسيرك وانت باصص لتحقيق الوعد مسير دائما ناظر للعيان. مسيرك وانت باصص لإله العهد مسير دائما باصص بإيمان إلى ما لا يرى. اللي منتظر وعد منتظر عيان تحقيق الوعد. اللي ماشي وراء عهد ناظر دائما بإيمان إلى ما هو أبعد وأكتر من وعد. مواريث الوعد مواريث محدودة لعبد، مواريث العهد مواريث غير محدودة لابن. أليس هكذا بيتي عند الرب لأنه وضع لي عهدا أبديا. يسوع ما ماتش على الصليب، كنا بنحكي في المؤتمر لو كنت حاضر في المؤتمر، يسوع ما ماتش على الصليب في الآخر عشان يديك وعد بغفران الخطية، مش عشان اذهبي وغلطي أقل شوي. ربنا مات على الصليب عشان يفتح سقف من نوعية حياة لأبناء مش بيتمتعوا بوعد لكن بيتمتعوا بعهد أبدي متقن في كل شيء. كلكم سمعتوني بقولها بس محتاجة أكررها لأنه بكتشف أن مش كل الناس الدنيا منورة جواهم. يعني إيه متقن في كل شيء؟ يعني مفهوش ثغرة. عارف يعني إيه ما بينك وبين الرب عهد مفهوش ثغرة؟ يعني 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 مضمون، يعني ما فيهوش ثغره، ما فيش حته يقدر يخش منها العدو طول ما انت ماشي في العهد مش في الوعد. تقول لي هي دي دي، اقول لك هي طريقه حياه، هي طريقه حياه، طريقه ادراك. انا انت ماشي وراء الرب ببعد ايه؟ عايز وعد ولا تحت سقف عهد؟ لان دي نوعيه حياة، نوعية إيمان، نوعية عبادة، نوعية مسير، ودي نوعية مختلفة خالص. دي نوعية أنت مركز على حد حيديك وعد، ودي أنت مركز على سقف بيغطي كل حياتك وهذا العهد أبدي، فمركز مش على الوعد يحصل لكن على علاقة وعلى عهد في كل حاجة بتحصل. فمش ماشي باصص على وعد لكن رافع عينك لأبوك إله العهد. ونوعية العهد عهد أبدي. عارفين يعني أبدي؟ لأن أبدي دي كلمة روحية وعظية مشهورة فبنعديها. ربنا أبدي
عارفين يعني ايه ابدي؟ ابدي يعني مغطي كل لحظه، ابدي يعني هو مغطي ظهرك ومغطي مستقبلك للنهايه، ابدي يعني مغطي بكره ومغطي 2018 و2020 و2025 و2028 و2035، هو ابدي. انا بقول ارقام بس عشان يبقى ليها علاقه بيك، بس هو ابدي. الوعد ليه زمن، العهد ملوش زمن. انا بتكلم بسرعه. أوكي. طب ادوني وش اخر غير الوش اللي الوعد، الوعد وتركيزك على الأرض، الوعد حصل ولا ما حصلش بيعمل مشاعر مختلفة. الوعد اتأخر، أنا متشجع النهاردة، أنا مش متشجع النهاردة، الوعد بقى مماطل، الوعد عليه حرب، الوعد اتسرق، الوعد ما اتسرقش، الوعد إبليس سرقه، الوعد مش عارف إيه، فلان بصلي فيه. عندنا منوعات. ليه؟ لأني أنا ماشي باص على الوعد، أنا ماشي باص على الوعد. فالوعد له زمن، العهد ملوش زمن، العهد أبدي. الوعد بيحصل عليه حروب، العهد متقن في كل شيء ومحفوظ، سكيور، مختوم ومحفوظ، لا يسلب ومفهوش ثغرة. نوعية الحياة، نوعية الطريقة، نوعية العبادة بتختلف. أنا داخل، أنا حياتي عامة، وبالتالي أنا داخل أصلي وراء إله وعد ولا إله عهد؟ تقولي ما هو برضو وعد، لازم في وعد. أقولك آه، بس أنا داخل، أنا عناية شايفة إيه؟ أنا بعيش حياتي شايف إيه؟ تقولي أنا مصدق في الاتنين. أقولك أوكي، بس أنت إزاي بتتعامل مع الرب وفرق ما بين دي ودي؟ لما بتعيش وراء العهد بتعيش بنوعية مختلفة خالص، مش قاعد طول الوقت بتتجسس العيان، قاعد طول الوقت بتتأمل في مصدر العهد، مش قاعد طول الوقت بتكبر إيمانك، لكن قاعد طول الوقت أمام السورس بتاع الإيمان، لأن العهد في ما لا يرى. الوعد أنت شايفه، عجبك، عايزه وطلبه، فانت شايفه. العهد بيضمن لك ما هو اكثر من الوعد. لان العهد بيضمن لك ما لا يرى ايمانك، بس هو موجود في ايمان الله ليك. العهد بيشمل ليك كنوز انت لم تدرك بعد انها معروضة لحضرتك ومعروضة لمستقبلك. ليه؟ لانه عهد ابدي. فهو في 2037، لو انت موجود على الارض في 2037، العهد ضامن ليك حاجات في 2037. مش عارف ليه 2037، بس اللي انا عايز اقوله انه العهد بيغطي الزمن، الوعد زمني، العهد ابدي. ورب طول الوقت عمال بيقولك ما تعيش فيما تراه، لكن ناظرين ما لا يرى. ليه؟ لأنه لما تتحرك في الأبدية، لما تتحرك بروح أبدي، عهد أبدي فروح أبدي، لما تتحرك في أمور الله، كل أمور الله أبدية. عارفين كده؟ ملكوته ملكوت إيه؟ دي الترنيمة بتقول حد. أنا 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 يعني أنا عايز أطلع لك حبة آيات كتيرة. ونحن قابلين ملكوتا لا يتزعزع، ربنا دايما شغال في الأبدي، في حاجات كتيرة أبدية، فرح أبدي على رؤوسهم. لما تتحرك في الوعد تتحرك في عدم الفرح لأن الوعد ما حصلش، أو تفرح لما الوعد يحصل ويبقى فرح هذا تحقيق الوعد بيخلص مع تحقيق الوعد. مصر دخلت كأس العالم، فرحنا، بس بيخلص هذا الفرح لحاجة وبيخلص فرحها. لكن عهد الرب فرح أبدي، لأن العهد أبدي. حد فهم حاجة؟ فرق ضخم جدا ما بين إله الوعد وإله العهد.
وفرق ضخم جدا جواك، انت متحرك وراء وعد ولا عهد؟ لان الهك مش اله وعود لكن اله عهود. العهد بيضمن، مش موقف، مش موقف. ربنا في الوعد ده طلع جدع معايا، ربنا في الوعد ده ما طلعش جدع معايا، انا مش عارف، انا متلخبط، هو طب ليه عمل دي وما عملش دي؟ الاسئله دي ما بتبقاش موجوده خالص لو انت بتتبع اله العهد. اله الوعد يخليك تبص، الوعد ده حصل وقد ما حصلش، الوعد ده حصل وقد ما حصلش. اله العهد ما بيدخلكش في الحته دي خالص، لانه مش اله مواقف، اله عهد. داود كان بيعلن كده، انا القائم في العلا، انا مسيح اله يعقوب، انا مرنم اسرائيل الحلو، انا عارف الهي، الهي صنع معي عهدا ابديا متقنا في كل شيء، كمل معايا، ومحفوظ. فايه؟ افلا يثبت ايه كل خلاصي وكل مسرتي؟ مش عارف ليه العبري فيها اضافه، واضح في الاختلافات، في مضايف جمله كمان، كل خلاصي وكل مسرتي وكل امتداد بيتي. دي مش موجوده في كل المانسكريبتس، ما فيش مشكله يعني، مش هنقف عندها يعني، بس في مخطوطات ضايفه حته. افلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي وكل امتداد بيتي؟ بس داود بيقول ايه؟ لانه اله عهد، انا مطمئن انه هيثبت فرحي مسرتي، وهيثبت خلاصي، وهيثبت امتداد المملكه، لانه ملكوته ابدي، لان عهده ابدي. جاء الوقت ان نرفع عينينا من وعود، ونتنقل لناس خفاف، مش شايله بتجرجر ايمان بيصارع من اجل وعد. ده إيماننا. جاء وقت نتنقل من ناس رفع عنيها من وعود لإله العهد، فناس رمت إيمانها ورفعت عنيها لمصدر إيمان مختلف، نقلت السرعة للسرعة unlimited، غير محدودة. نقلت السرعة من سرعة إيماني إلى سرعة اللي هو بيسكبه، مش اللي أنا بعمله، الى ان عينيه مثبت. ما ده طريقه تفكير مختلفه. عينيه متثبته على عينيه، ولما عينيك تتثبت على عينيه مفيش مستحيل. فاكرين اختنا ساره؟ تفتكروا ساره ما صلتش الابن؟ هارت نفسها صلاه، قدمت ذبائح للصبح، ولما خلصت ايمانها قامت جابت ابرام، وابرام ده رجل ايمان، ده ساب بالايمان، ترك ابرام اوركل دانيين، فاكرين؟ ده رجل لله، ده ماشي وراء الرب بإيمان، ده ساب أوركل دانين وتحرك بإيمان، ده رجل الإيمان. فأم جابت إبرام واحد بألف اتنين بربوة، وقدموا ذبيحة مع بعض، وفي يوم من الأيام قالوا يمكن قدمنا ذبيحة نص كم، فدور على أفضل غنم عندك، دور على أفضل بقر عندك، وتعالى نقدمها للرب، وقدموا ذبيحة، صلوا 15,000 مرة. فسارة خلصت إيمانها، وجاء الرب في يوم بقى هو الموجود في مثل هذا الزمان يكون لسارة ابن. فضحكت سارة، ها ليه إيمانها خلص؟ الإجابة كلكم عارفين القصة، أنا بس بحكي معاكم. لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لما تحط عينك في عينه في اللحظة دي، لما تعمل لوك عينيك، تعمل لوك مع عينين الرب، مفيش يستحيل على الرب شيء. باصص على نفسك في حدود لإيمانك، باصص في عينيه ما فيش حدود للي ممكن يحصل. انتوا هنا، وهنا الفرق ما بين انه انا الوعد بحاول اجيبه بايماني، العهد هو مصدره. زي ما هو مصدر ايماني، هو مصدر العهد، هو صانع العهد، هو صنع معي عهدا متقنا في كل شيء ومحفوظ. بس هذا العهد عهد أبدي بيضمن، مش إله مواقف، أبدي يعني طب بعد بكرة، طب السنة اللي جاية، طب عيالي، طب الأبواب، طب مصر، طب الشرق الأوسط، طب الظروف، طب السياسة، طب الاقتصاد. أنا ماشي وراء وعد ولا ماشي وراء إله عهد؟ كل حاجة بيعملها أبدية، فرح أبدي، محبة أبدية، فاكرين؟ بصوا، ما هو كل واحد بيعمل بحسب طبيعته، ولأن إلهك أبدي وإله محبة، فبيطلع أمور كلها محبة وكلها أبدية. أنتوا هنا؟
سفر التثنية. طيب سفر التثنية، انتوا لزاز. تثنية 33، ليس مثل الله يشورون. تثنية 33:26، ليس مثل الله يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. تقولي مين يشورون ده؟ أقولك يشورون ده الاسم الحركي ليهوذا، بس ده مش يهوذا العادي. يشورون ده يهوذا القائم. أنا ليه جبت كلمة يشورون؟ لأن لما داود قال وحي القائم في العلا، كلمة القائم دي هي موجودة في كلمة يشورون في اليوناني، في العبري سوري. يهوذا القائم كان اسمه يشورون، يهوذا الرافع الرأس اسمه يشورون. وكل مرة تلاقي في كتاب مقدس كلمة يشورون، أعرف هو بيكلم نوعية معينة من شعب الرب، اللي هو الشعب القائم في العلا، الشعب الواقف قدام الرب، الشعب اللي بيختار أنه ينفض التراب ويخش على السيزن، يخش على الموسم. فمن فضلكم خشوا على الموسم اللي بيحصل. ليس مثل الله يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. إله القديم ملجأ. إيه اللي تحت حضرتك؟ الأزرع الإيه؟ لأنه عهد. الأزرع الأبدية من تحت. الأزرع الأبدية شايلك النهاردة، الأزرع الأبدية شايلك بكرة. لو صدقت أن أزرع الرب أبدية، الأزرع الأبدية من تحت. أنت الإله القديم ملجأ، الأزرع الأبدية من تحت. فطرد من قدامك العدو وقال اهلك، فيسكن إسرائيل آمنا وحده. تكون عين يعقوب الأرض حنطة وخمر، وسماء تقطر ندد الحصاد. طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعب منصور بالرب؟ ترس عونك سيف عظمتك، فيتذلل لك أعدائك وأنت تطأ مرتفعتهم. في أزرع أبدية، في عهد أبدي بيضمن كل الزمن اللي جاي على حياتك. خليني أقف هنا وأقول لك ببساطة، في الاجتماع الصلاة اللي جاي أو حتى في وسط الاجتماع، ارفع إيدك وصدق إن الأزمنة اللي جاية في حركة من الرب على حياتك، لأن عهد الرب أبدي. الموسم اتغير من أجل حصاد، الموسم اتغير من أجل قوة، وبيقول لك أنا أهلك العدو اللي جاي قدامك. أزرع الأبدية، العهد الأبدي على حياتك، انتفض من تراب المرحلة السابقة تماما، وانسى إيمانك أنت، وتحرك بإيمان الله للزمن اللي جاي. تحرك بإيمان الله للزمن اللي جاي، عشان تختبر أنه لا يستحيل على الرب شيء. لا يستحيل على الرب شيء في حصاد الزمن اللي جاي. لا يستحيل على الرب شيء في خلاص نفوس أنت شايف أنها صعبة جدا. لا يستحيل على الرب شيء في فتح أبواب غير عادية من أجل استخدام كل واحد وواحدة فيكم. لا يحصل على الرب أمر من أجل آيات وعجائب أنت فقدت رجاءك فيها وصليت من أجلها قبل كده وما حصلش حاجة. ما تضحكش النهاردة. لا يحصل على الرب أمر على مستوى إيمانك، ده كان الآخر، لكن على مستوى إيمان الله لا يحصل على الرب أمر. فتنقل من سرعة إيمانك وانقل الفتيس بتاع حياتك الروحية إلى سرعة إيمان الله. ليكن لك إيمان الله. من قال للجبل انتقل. أمين أمين. تعالوا سفر العدد. سفر العدد، الروح القدس من أجل العهد ومن أجل تحقيق الوعد ما عندوش مشكلة إنه يكسر المعتاد. الحقيقي أول ما إحنا بنعتاد على حاجة بنفقد اعتمادنا على العهد وبنرخي إيماننا، زي ما يكون بتقوم منزل الشراع بتاعك وتقوم راخي إيمانك. أنا عارف أنا هعمل إيه. أول ما بتخش على المعتاد بتهدي اتكالك التام على السماء، لأنك أنت معتاد. فدايما الرب ودايما الروح القدس بيحب يكسر المعتاد. أنتوا هنا؟ أوكي. دي أخبار مش كويسة.
لأنه إيه؟ لأنه النفس البشرية بتحب المعتاد، بترتاح في المعتاد، واللي نعرفه ودي مش آية. فالنفس البشرية دايما بتحب قالب، دايما بتحب هامش، دايما أقول لي أعمل إيه بالظبط بقى، أنت قول، أنت بس قول لي أعمل إيه وأنا أعمل. ورب دايما 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 ما أول ما بيلاقي معتاد بيخرج منه، الروح القدس دايما بيكسر معتاد. وداي هقول جملة بس مش هقولها لأنها هتخضك، هقرأ الآيات عشان أنت عارفها لأنها هتخض البعض وتقولوا نادر قال. الرب ما عندوش مشكلة يكسر أي حاجة من أجل تحقيق الوعد على حياتك، من أجل امتداد الملكوت على حياتك، سوري، من أجل تحقيق العهد ومن أجل امتداد الملكوت. ما عندوش مشكلة يكسر أي معتاد من أجل امتداد الملكوت. في سفر العدد إصحاح 27 عدد 6 آية 6، فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحات. كلكم عارفين القصة، وقصة مشهورة جدا. بحق تكلمت بنات صلفحات، تعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. تكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. مين اللي حط التشريع في الأول إن عشان الاسم يحفظ ينقل الملك للابن؟ الرب نفسه. لكن من أجل امتداد الملكوت، من أجل امتداد عهد مع نسل، من أجل امتداد عهد مع أسرة، من أجل امتداد عهد الرب عمله في أسرة مشيت وراء الرب، ولو في أب حسب الكلمة ليس له ابن بل ابنة، من أجل العهد مع أسرة الرب مستعد يغير كلمته من أجل العهد. لما بتقف من أجل وعد أنت واقف باصص للأرض، لما بتقف من أجل عهد الرب مستعد يغير أي حاجة من أجل تحقيق العهد على حياتك. لما تقف بثقة وبإدراك أن الرب عايز ملكوته يمتد وعمل عهد معاك من أجل امتداد الملكوت، الرب مستعد يغير كل المعتاد بحسب الناموس. ممنوع حد يأكل من خبز الوجوه، داود دخل وأكل من خبز الذي لا يأكل منه إلى الكهنة، بس من أجل امتداد الملكوت. لما تتحرك في ديناميكية العهد بتتحرك في قوانين مختلفة خالص إلى قوانين الوعود وتحقيق وعد من الرب. ورب دايما في الملكوت وولاد الملكوت، ايه اللي خلى داود ينفع يعمل كده، ينفع يخش الهيكل ويأكل من خبز الوجوه الذي لا يأكل منه إلا خبز إلى الكهنة؟ ديناميكية داود وراء الرب دايما كسر المعتاد. داود عمره ما مشي وراء الرب بالناموس، بحسب ما انت باصص في علاقتك مع الرب، بحسب اختبارك وبحسب اختبارك استقبالاتك. داود طول الوقت علاقته مع الرب علاقة حب، علاقة خيمة داود اللي ما فيهاش حواجز، ما فيهاش، هي علاقة الوجه لوجه، هي علاقة خيمة داود، هي علاقة نعمة نعمة نعمة. ولأن داود علاقته مع الرب كده، الرب استأمنه على عهد واستأمنه على مملكة. لما تبقى ماشي على وعد، الرب ممكن يأتمنك على تحقيق الوعد بحسب إيمانك. لما تكون ماشي على عهد، الرب يسكب إيمان لحاجة أعظم من وعد، لكن لمملكة. وفي هذه الأجواء الرب مستعد يغير أي حاجة من أجل تحقيق ملكوته على الأرض.
فداود أكل من خبز لا يأكل منه إلى الكهنة، برغم في العهد القديم لو ملك دخل على شغل الكهنة كان بيصاب ببرص، فاكرين ده بعد داود بسنين. الرب ما عندوش مشكلة زي ما عمل مع بنات صلفحاض إنه يغير تشريع لو من أجل الملكوت ومن أجل العهد. رب ما عندوش مشكلة إنه يغير أمور في الظروف المحيطة بيك، ما عندوش مشكلة لأنه طول الوقت بيكسر المعتاد. الروح القدس دائما بيدخلك لأمور لم تدخل فيها من قبل. ليه؟ من أجل امتداد الملكوت، هو ده المفتاح. تعاملات الرب في العهد الجديد، تعالوا نروح لسفر الأعمال. طيب طول الوقت في السفر في الكنيسة الأولى ربنا عمال بيكسر المعتاد طول الوقت. أعمال 19، انتوا هنا ايه كلكم عارفينها في اعمال 19 عدد 11، كلكم عارفينها. انت لما تبص على اعمال القوات في الكنيسه الاولى تجد ربنا طول الوقت عمال بيغير الطريقه، طول الوقت عمال بيكسر المعتاد. احنا ما عندناش جريد، ما عندناش طريقه تفكير تسمح لنا بالطريقه دي، يعني عشان كده هو ربنا. وده بيبقى مش لذيذ للنفس البشرية بتاعتنا. أنا أخدت على ربنا كده، فلما بيغير نظامه أنا محتاج أغير نظامي عن نظامي الجديد. إحنا متعودناش على كده، عشان كده إيماننا بيجيب أخره لكن إيمانه بينقلك بسرعة. إيماننا له محدودية، إيمانه بيقوم نقلك على النظام بتاعه طول الوقت، بيعمل أبجريد للنظام بتاعه طول الوقت، نظام التشغيل بتاعه، Operating System بتاعه. أعمال 19 عدد 11، كان الله يصنع، كلكم عارفين الآية، على داي بولس قوات غير المعتادة. أنا بدي من 19، لكن لو رجعت وقعدت أبص على فيلبس واختبارات فيلبس وأبص على كل الآيات والعجائب اللي كانت بتحصل، تكتشف أنه الأعمال بتتنقل فجأة بوضع اليد، وبعد كده بالظل، وبعد كده بالصوت، وبعد كده قوات غير المعتادة بالعصائب. إيه ربنا عمال بيكسر؟ أنتوا وصلتوا لإيه؟ وضع اليد؟ أوكي أنا حنقل للظل. أنتوا وصلتوا إيه؟ للظل؟ خلاص بقت الظل؟ أوكي أنا حنقل للصوت. وصلت للصوت؟ أوكي أنا حنقل العصائب. في لبس انت ايه؟ أنا خادم موائد، ممسوح علي مسحة روح القدس مشهودا لهم بالإيمان مملوئين من الروح القدس كانوا يخدمون خدمة موائد. حلو قوي، انت وصلت لإيه؟ لخادم موائد. تعال معايا بقى للسامرة، العرج يمشون. انت وصلت لإيه؟ وصلت العرج يمشون. أوكي تعال بقى تنقل بالروح القدس لطريق غزة. اوكي انا وصلت ان الخس الحبشي امن. حلو قوي، تعال اتنقل معايا بقى لايه؟ فالروح ينقلك واخدك الى اشدود. طول الوقت الروح القدس بيحب يكسر المعتاد ويقوم كاسر الهامش المحيط بيك عشان ياخدك الى ايمانه هو مش ايمانك انت. انت جمال برضو. نعمان السورياني قال أنا قلت هيخرج إليشع كده ويقوم مصلي بالروح ومردد إيده على مكان البرص، بقى قام باصص أنا ما لقيش البرص، فقام واخدني برا القصة خالص، اذهب اغتسل في نهر الأردن. دايما 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 الروح القدس بيكسر المعتاد. متعود ان بعد الكلمه تقف تصلي بطريقه معينه ويحصل حاجات معينه، ممكن روح القدس عايز يكسر المعتاد ده النهارده، عايز ياخدك بره الهامش ويعمل حاجه مختلفه. معتاد انك لما بتروح من الاجتماع بتعمل حاجات معينه، يمكن روح القدس عايز يكسر المعتاد ويعمل حاجه تاني. معتاد انك لما تصلي بتصلي بطريقه معينه، بتسجد بطريقه معينه، بتختبر بطريقه معينه، لما تصلي مع المجموعه اللي بتصلي معاها تعمل نفس الطريقه المعينة. يمكن روح القدس عايز يغير المعتاد. اتملي بإيمانه هو مش بإيمانك أنت. ثبت عينك عشان كده ما تعيش على ذكرى وجهه، عيش من وجهه. ما تعيش على ذكريات وقفتك قدامه، عيش من خلال وقفتك قدامه. أرميا 1، أنتوا كويسين؟ أنا الداونلود عالي شوي عندكم؟
أرمية واحد. أرمية واحد. صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت راء يا أرمية؟ أرمية واحد 11. ماذا أنت راء يا أرمية؟ قال أنا رأي قضيب لوز. قال الرب له أحسنت الرؤية، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا ماذا أنت راء؟ قلت أنا راء قدر منفوخة وجهها من جهة الشمال. قال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. رب طول الوقت عايزك تقف قدامه علشان يسألك السؤال ده، ماذا أنت راء؟ أن الرب لما بيوريك حاجة بيوريك ما هو أبعد من العيان. ولو شفت ما يراه الرب أو ما يريد الرب أن يريك إياه، رب يقول لك أحسنت الرؤية. أول حاجة بيوريها لك ليها علاقة بكلمته، تاني حاجة بيوريها لك ليها علاقة بالزمن اللي جاي. أول حاجة بيوريها لك دايما بيوريها ليها علاقة بوقفتك قدامه، بأنت مين قدامه. وحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب مرنم إسرائيل الحلو، أول حاجة بيقولها لك أنت مين في الروح قدامه. بس تاني حاجة بيقولها لك ليها علاقة بالأزمنة والأوقات. قال له أحسنت الرؤية، لأن لما بترى ما يريد الرب أن يريك إياه ده بيحدد شكلك وشكل الأزمنة اللي جاية. لما بتنظر لوعود شكلك بتحدد من الأرض، لما بتنظر لما يريد الرب أن يريه إياك شكلك بتحدد من السماء. لما بتنظر للوعود هويتك بتتلخبط، أنا ابن لي وعود ولا أنا ابن لي عهد؟ الابن اللي وعود بيبص للوعود بيتحول لعبد لأنه بيبقى قاصر. الابن اللي ماشي وراء عهد شكله بيتغير وبيحدد شكله، السماء بتحدد شكله إيه. ماذا أنت راء؟ مرتين. وفي أرمية في بداية خدمته ماذا أنت راء يا أرمية مرتين. ولما شاف صح أول مرة قال له أحسنت الرؤية، وده كان ليه علاقة بتبعيته وراء الرب. قال رأي قضيب لوز، قال له أحسنت أنا ساهر على كلماتي لأجريها. وبعد كده مرة ثانية ماذا أنت راء يا أرمية؟ قال له أنا شايف قدر مفتوح أنا اتجاه الشمال. قال له أوكي أنا حكلمك بقى على الأمم. كنت أمين في رؤيتك على مستوى شخصي، أقيمك على الأمم، أقيمك على أكثر. كنت أمين تعرف هويتك جاية من فين، وقفتك قدامي جاية من فين، أنا أقيمك على ما هو أكثر. رب عايز يملأ عينيك بالعهد وبما يحدث في العهد ما بينك وبين الرب، لأن ما تراه بيشكل حياتك وبيشكل مستقبلك وبيشكل الأزمنة اللي جاية. لما الرب يوريك حاجة بينقلك من عينين شايفة وعد بيحصل أو ميحصلش، فهويتك معتمدة ما حصلش أو حصل، لعينين مرفوعة لعهد الرب معاك، فرب يوريك وقفتك لها تأثير إزاي والأزمنة اللي جاية شكلها إزاي. ليه؟ لأن الرب عايزك تنطق على الأزمنة اللي جاية. وأنا بختم الاجتماع عشان الوقت. الرب عايزك تنطق على الأزمنة اللي جاية. ما فيش حاجة بتحصل في ملكوت الرب بدون تشريع خارج من صوت الكنيسة. من كم أسبوع حكينا في موضوع والناس والموضوع ما بيتغيرش. فاكرين لما اتكلمنا عن الملائكة الرؤساء الأولين؟ فاكرين؟ وتأثير الرؤساء الأولين على الأمم والشعوب، وعلاقة دانيال أو الكنيسة في العهد الجديد مع الرؤساء الأولين والأمم والشعوب. ما فيش حاجة بتحصل على الأمم والشعوب إلا لما يحصل تحالف ما بين قصد الله والكنيسة، وفي الوسط ملائكة الرب المقتدرة القوة الفاعلة أمره عند سماع صوت كلامه. ما فيش حاجة بتحصل في الملكوت إلا لما يحصل alignment ما بين قصد الله وصوت الكنيسة وحركة الملائكة فوق الأمم والشعوب. مرة تاني، ما فيش حاجة بتحصل في الأمم والشعوب إلا ما بيحصل alignment توازي ما بين قصد الله صوت الكنيسة وحركة الملائكة فوق الأمم والشعوب. لما الثلاثة دول بينتظموا مع بعض، يعني إيه؟ الدور بيبقى على الكنيسة. لما الكنيسة ترى وتسمع ما يقول الرب وتتحد بيه وتبتدي تطلقه
وتؤمن انها مش لوحدها، مش متكعوره جوه نفسها، لا الرب بيتحرك قدامها، وفي ملائكه الله القديسين بيتحركوا فوقيها، ففي حركه جماعيه لجسد الرب. هنا الراس والجسد كله بيتحركوا مع بعض. دي 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 صدمه الملكوت. دي الملكوت لما يتحرك بكل قوته بكل جبروته، لما الرأس والجسد يتحركوا في نفس الخطوة بنفس دقة القلب بنفس الإشارة اللي جاية من الرأس لكل مكونات الجسد كله يتحرك مع بعض. مفيش حاجة بتحصل في الملكوت إلا لو الكنيسة ابتدت تطلق تشريع بإيمان وبإدراك إنها مش لوحدها، لكن بتتحرك بجسد كامل مع الرأس. أول ما الرب بيلاقي على الأرض قلب، يلاقي واحد، لقى داود فبنى المملكة، لقى سليمان فبنى المملكة. سليمان لما فقد السينكرونيزيشن، فقد التناغم مع قلب الله، المملكة اتقسمت. أول ما كان بيلاقي أنبياء بيجيبوا صوت الرب كان بيحصل حاجة في الملكوت، بيحصل شيفت في الملكوت. أول ما ولد الكنيسة لقى حاجة في الأرض تسمع شفت في يقدر يسكب رجليه عليها، قاعدة كرسي الرب على الأرض. بس الكنيسة كالكنيسة الأولى فيها اختبار الملكوت واختبار القوة، لكن احنا بنأتي على زمن الكنيسة بس مش عايز تختبر اختبار القوة، عايز تتحرك مع قلب الرب من أجل الأمم. نحن بنأتي في زمن مختلف عن الكنيسة الأولى، محتاجة قوة الكنيسة الأولى، لكن التكليف اللي علينا مختلف عن تكليف الكنيسة الأولى. التكليف اللي علينا تكليف أمة وشعوب. هو كان تكليف الكنيسة الأولى بس الكنيسة نضجت النهاردة للحالة. فجال وقت أن الكنيسة تدرك أنه اللي بيحصل في حياتها العهد ما بينها وبين الرب هو عهد أنها الرب يجد قلب بيسمع، قلب الكنيسة كلها، قلب الكنيسة بيسمع قلب الرب وأشواق الرب وعهد الرب من أجل أمم الشعوب. لما كان قلب رب النينوى اللي كان عددها صغير قال دي مدينة عظيمة من كثرة الناس والبهايم. عارفين عدد مصر قد ايه؟ اتعد من شويتين. اوكي لسه عدي. بصوا كل احداث دي مش احداث اعتباطية، ما اعرفش انتوا بتقروا الجرايد ازاي، بس انا بقرا الانجيل في الجرايد، ولما بقرا الجرايد بقرا الجرايد من خلال الفلتر بتاع الانجيل. دي مش احداث اعتباطيه، مش اي حاجه بتحصل او اي حاجه بتحصل. مش احنا صلينا لمصر كذا مره؟ اذا ما يحدث في مصر له علاقه، وابليس بيحاول يعمل حاجات وبس في نفس الوقت الملكوت بيعمل حاجات، والملائكه الرب مش ملائكه الشر، ملائكه الرب شغاله في مصر وعماله بتعمل حاجات. ارجع مره معايا تاني، العدد اللي انت سمعته عن تعداد مصر، الا يشفق الرب على مصر الامه العظيمه اللي فيها ناس كتير وبهايم برضو؟ نينوى يعني. احنا مفيش فرق ما بينه وبين نينوى خالص. البهايم ده اوكي يعني كل عارفين رأس المال لما الكنيسة تدرك قلب الله من اجل الامم، ومش بس مصر، كل الشعوب اللي حوالين، لما الكنيسة تدرك قلب الله هتعامل مع مصر بطريقة مختلفة، هتعامل مع العهد بطريقة مختلفة، هتشوف نفسها بطريقة مختلفة، وهتطلع صوت مختلف. أول ما الصوت اللي خارج من الكنيسة فجأة يبقى ماشي مع صوت الرب ويتحرك، أول ما الصوت اللي خارج بيتحرك مع قلب الرب، الملائكة بتتحرك على هذا الصوت. وأول ما الكنيسة تدرك أنها مش لوحدها، مش موجودة على الأرض، لا، لأن عينيها مفتوحة على عالم الروح، وده اللي حاصل في هذا الزمن. فعينيها مدركة أن الكنيسة المنتصرة وملائكة الرب والرأس كله متحرك مع بعض. تخيل معايا لو رفعت عينك كده، هو السماء مفتوحة والكنيسة المنتصرة وملائكة الرب ورأس الكنيسة يسوع كلهم متحركين نفس الخطوة، في حاجة هتوقف قدام الكنيسة؟ في حاجة توقف قدامك؟ احنا داخلين على الزمن ده، داخلين على الزمن اللي فيه alignment، فيه تناغم ما بين الخطوة ما بين الكنيسة اللي في الأرض والكنيسة المنتصرة وملائكة الرب والرأس، وكلهم بيتحركوا في نفس الوقت.
ورب يدور قال له ماذا أنت رأي؟ قال له أنا رأي قضيب لوز. قال له أحسنت الرؤية، أنا ساهر على كلمتي. ثم صارت كلمة الرب ثانية، ماذا أنت رأي؟ قال له أنا شايف قدر منفوخة وجهها من جهة الشمال. قال له دي علاقة، ليه علاقة بالأمم. افتح معايا دانيال وهختم بيها، دانيال 4. أنا آسف اتأخرت. دانيال 4، دانيال 4:17، دي آخر آية أقراها، آية مشهورة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم، هذا الأمر وهذا الحكم والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. بصوا، هذه الآية بتحمل معاني كتير. ده في حلم لنبوخذ نصر، ودانيال بيفسر الحلم لنبوخذ نصر. الآية دي في أصلها الحرفي، يعني ما تبص عليها على مستوى حرفي، الساهرين والقدوسين دولة بيتكلم عن ملائكة الرب الرؤساء الأولين. فحرفية الآية، في سطحية الآية، ده بيتكلم عن رؤساء الملائكة بس. حنط معاك في الآية 18، هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك، أما أنت يا بلتشسر، ده اللي هو دانيال، فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير، أما أنت فتستطيع لأنك فيك روح الآلهة. الإيه؟ هذا الأمر بإيه؟ ارجع معي، بقضاء الساهرين والحكم بكلمة إيه؟ نفس التعبير، نفس الكلمة. فالآية على مستوى سطحي هي ليها علاقة بالرؤساء الأولين فوق الأمم، بس في نفس الوقت على مستوى روحي هذه الآية بتنطبق على أولاد الرب اللي فيهم روح الرب، اللي بيسمعوا صوت الرب. فارجع معايا وحط على الشاشة بس 17، هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القديسين. فأنا مش بلغي المعنى أن هذه الآية عن رؤساء الملائكة، بس الآية دي بتقول التعبير اللي أنا حكيته لحضرتك، عشان كده أنا بختم بيها، إن لما بيخرج حكم وبيخرج أمر، لما تقرأ كلمة أمر أو قضاء أو حكم في الأصل بتاع هذه الكلمة، يعني الديترمينيشن، القصد، في قصد بيتنطق من ناس ساهرة على كلمة الرب وساهرة على الأمم، وفي حكم بيتنطق من ناس عارفة حكم الرب وبتطلق هذا الحكم على الأمم. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القديسين لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس. هنرفع ايدينا في اخر اجتماع الصلاه من اجل البلاد ومن اجل مصر، وفي امور محتاجه تخرج من قلبنا، مرتبطه بقلب الله، مرتبطه بالراس. والملائكه لما بيسمعوا الامر، ملائكه الرب المقتدر القوه فاعله امره، عند سماع صوت، ففي امر جاي من فوق وفي صوت جاي من تحت، هي فاعله امره عند سماع صوت كلامه. الكنيسة بتخرج صوت كلامه، صوت كلامه ده جاي من أمره، والملائكة المقتدرة القوة بتفعل أمره عند سماع صوت كلامه. لما بيحصل تناغم ما بين أمر الرب، صوت الكنيسة، الملائكة ورؤساء الملائكة بتحركوا على الأمم من أجل امتداد الملكوت على الأمم. ده وقت امتداد الملكوت، ده وقت ان حضرتك وحضرتك تقفي من اجل امم وشعوب وتحرك وتتحرك بقلب الله، لان لا يعصر على الرب امر. ده وقت الرب يقول لك ماذا انت رائن،
ولو شفت الأولانية أنك أنت واقف في المكان الصح قدام الرب، ربنا بيأتمنك على الثانية وبتدي يوريك قلبه الأمم وشعوب، ويقولك أفلا أشفق أنا على مصر؟ أفلا أشفق أنا على الشرق الأوسط؟ ما عرفش أنتوا بتقروا الجرايد إزاي، بس أنا مش بتكلم بقى دلوقتي على مصر، بتكلم على كل المنطقة. في حاجة بتحصل في كل المنطقة، في كل الأخبار في حاجة بتحصل في كل المنطقة. It's time. الموسم اتغير، موسم الكنيسة في مصر. الرب بيكلف مصر بمسؤولية ليها علاقة بكل الأمم المحيطة بينا. صدقوني صدقوني، شعب الرب اللي اتولد في مصر لما صدقش موسى، فاكرين بسبب ايه؟ العبودية القاسية، فاكرين، وصغر النفس. صدقوني قيام كنيسة مصر بصوت يجب انه يتخطى هذا الصوت حدود مصر، لان مصر لا تقوم، او كنيسة مصر لا تقوم من اجل مصر. صدقوني صدقوني ان في امم وشعوب محيطة بينا منتظرة في السماويات، والرأس منتظر في السماويات، ان كنيسة مصر تبتدي تنطق مش على مصر فقط، من اجل شعوب وامم محيطة بينا منتظرة صوت مصر. لما بيخرج، بصوا، مصر تطلع عبودية، السماويات بتطلع شرفاء من ارض العبودية. فكين يأتي شرفاء من أرض مصر؟ مصر تطلع شرفاء؟ نو. السماويات فوق مصر بتطلع شرفاء. ما سمعتنيش، أنا بلخص، أنا بختم عشان الوقت. مصر ما بتطلع شرفاء، مصر بتطلع عبيد. السماويات فوق مصر مستعدة تطلع شرفاء، والشرفاء ما بيبصوش تحت رجليهم، الشرفاء بيرفعوا عنيهم. ماذا أنت رأي أرمية؟ أنا رأي قضيب لوز. أنا ساهر على كلماتي أرمية، أحسنت الرؤية، تعال بقى أوريك. ماذا أنت رأي أرمية؟ أنا رأي قدر منفوخ نحو الشمال. أوكي، هكلمك بقى على الأمم. دعوة على مصر وعلى كنيسة مصر ملهاش دعوة فقط بمصر، مش حدودها مصر، لأن الإيمان الرب عايز يسكبه في كنيسة مصر، مش إيمان كنيسة مصر، لكن إيمان الله في كنيسة مصر اللي بيعدي المحدودية. لأن في أمم وشعوب منتظرة صوت يخرج من مصر، الحكم بكلمة القديسين، قضاء بالساهرين. ليه؟ لليعلم، يعلم أنا العلي في الشرق الأوسط، يعلم أنا العلي في الشرق الأوسط. والقصة ان قلب حضرتك بيجيب صوت الرب، وبتدي يدرك ان في حاجة بتحصل، وعينيك مفتوحة ان في كنيسة منتصرة، وفي رؤساء ملايكة، والرأس فوقيهم، وكلنا بنتحرك معا، كلنا بنتحرك معا. امين. تعالوا نغمض عيوننا ونصلي.